بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن كوحة وعدي عمرك النبي ما دام قرآن كيهي قول كي ربي حق يا حقيقة له بنو يهي ما لنب ما انت قدم بيسو حيث صوت ريا وحيا بها تاقير يا تاكلين يا حقيقة دي سيد ابن مديسة معجي سوين كانت رضا لهين ما لنب ما انت قدم بيسو لقو غان يا قرآن كوحة كمد انو قرآن كحسي عمرك النبي نولا أولي بس فرشح النمالي أو قراد آدمين ونشقذي يعاني سورة قلها إنو وحسي إلهينا آدمها دنوال بوح وقهو قطو سالينا يا إي آدمها ياني بدن كودو ديق وشالق سينين سيدو سويالكو ديق أيو نبي قيني سوبنا عليه الصلاة والسلام وحي وچري داء سدح يالحدن سنضوض سدح يالحدن كا سنضوضنا وحي وقيب سنين سدح حالة ضوض وكلا قدسن ووافرتن سنو وحي هيدنتي أنفرين تلوسو ديبين إي دعويد اللقوة أجبين سدح يتوان سننا وحي يهيد انتي ومكتشوغا اي اسحاب تا يمانكو دكو بعين ايي دين تنساس كهو سكر ديد بيي توان سننا وحي يهيد انتي ووهي جرو دي مدينة اي ودورة دي اسلام كديس ايي الهي ناسي فرشحان نماله او هنانك اي سنده نولشي سوو ترتيب سيهين اها ايو غرانك وقسو عروري او ارايق نتوفيان نكا سدح چار ايو غرانك وقسو عروري سدح سوردود نوكو كلايمي اساقو كلا دع وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون سيدا إنه روسا عديني نبي قد تبان سنة وحا وكنا على مدينة وووه شرودي سدحي تبان سنة مكا أيو كنا على الدين تأيوه استكدي سيي أفرتن سنة دعوة دهور تيضايا يهيد ونرشي سدح ذا واحدا يوغيب سنيد suuradahan ay geerida iyo afsashada nabigu ku soo aroortayna waxay u tartiibsan yihiin qaab ah suurada yunus waa suurada 10aad ee quraanka suuratu ra'dina waa suurada 13aad ee quraanka qafirna waa suurada 4aad ee quraanka waxaynu u dhigi karnaa tartiib ah suurada yunus oo ah suurada 10aad ee quraanku waxay u dhigantaa 10kii sano ay ku noolaa madiina ay u hijrooday suuratu ra'd oo ah suurada 13aad ee quraankuna waxay u dhigantaa 13kii sano ee uu Makkah joogay ee uu daacwada dhisayay suurada qafir oo suurada 4aad ee quraankuna waxay u dhigantaa 14kii sano ee daacwada ka horreysay wadarta guudna waa 36 waana 36kii sano ee uu nabigeenu naxariisii nabadgelyo korkiisa haatee noola daawade waa cimrigii xabiibkeena oo sida ay sanadaha noloshiisa u tartiibsanaayeen uu ilaahay quraanka ugu tartiibiyey si uu inoogu cadeeyo inageenan aaminsan iyo kuwa dafirsanba إنو يهي حقيقو حق ربي إنو قتمي وحو آدم ألف كرانا وكدأوين يهي سبحان الله.